بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح ببرقية تهنئة إلى السفير أحمد علي عبد الله صالح بمناسبة عيد ميلاده. قال فيها: في مثل هذا اليوم وقبل 44 عاما رزقني الله سبحانه وتعالى بأول مولود ذكر أسميته أحمد الذي أضاء لي الدنيا، وشكل قدومه لحظات حافلة بالفرح والسرور، كيف لا وهو أول مولود ذكر أرزق به. وسيظل هذا اليوم بالنسبة لي شخصيا يوما خالدا، ويمثل حالة تحول في حياة الأسرة، بالرغم من انشغالنا آنذاك بقضايا الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والنضال على طريق الوحدة، وما كانت تكتنف تلك الفترة من صعوبات وأعباء على كل الوطنيين الأحرار الذين عاهدوا الله والوطن أن يقدموا حياتهم قربانا في محراب الوطن، إلا أن قدوم أحمد إلى هذه الدنيا كان بمثابة الحافز والدافع لي شخصيا بأن نواصل النضال من أجل عزة اليمن. وبرغم انشغالنا أو مشاغلنا، فقد أوليت جزءا من الاهتمام بولدي تربية وتعليما، شأنه شأن بقية إخوته وأخواته، وهو ما أحمد الله سبحانه وتعالى عليه وعلى توفيقه للولد أحمد ليشق طريقه في معترك الحياة ويقوم بدوره المعروف في خدمة وطنه وشعبه. لقد كنت أتمنى أن يكون احتفالنا بعيد ميلاد أحمد علي عبد الله صالح عفاش في وطنه وفي ظل أجواء فرائحية وبين أسرته وزملائه ومحبيه ورفاق دربه الذين يعتصرهم الألم لعدم تحقيق هذا الأمل، نظرا للظروف التي يمر بها السفير أحمد علي في بلد اغترابه، والتي نثق أن تلك الظروف لن تطول وستزول قريبا، ولابد أن تنفرج الأمور. ولسان حالنا يردد قول الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ألف تحية ووفر المحبة والاعتزاز للسفير أحمد علي عبد الله صالح في عيد ميلاده 44، متمنيا له راحة البال والمزيد من الصبر، فإن مع العسر يسرا، وكل عام وأنت يا أحمد في خير وعافية. والدك علي عبد الله صالح.